اليوم نشوف بالجهات المعنية في الشباب تم توطين حاضنات وأكاديميات في مراكز الشباب. اليوم عندنا في مركز شباب الدعية أكاديمية الإعلام والفنون تؤهل وتدرب، وأيضا يعني هناك شراكة مع القطاع الخاص بأن تخلق لهم الفرص الوظيفية. اليوم عندنا أكاديمية وادي الشباب للعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي في مركز شباب القصور، وهي حاضنة تستقطب الشباب المهتم في التكنولوجيا والعلوم، وأيضا هناك شراكة مع مؤسسة التقدم العلمي ومعهد الأبحاث والجهات المعنية التي تستقطب الشباب في هذه المجالات. اليوم احنا عندنا أيضا حاضنة وأكاديمية للقيادة والريادة في مركز شباب العرضية، وأيضا هناك برامج متنوعة في كافة المجالات في مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، منها صناع العمل والمبادر المحترف ودور الشباب الإبداعي والعديد من البرامج. الأجمل من هذه البرامج أن اللي يخطط لها وينفذها هم الشباب الكويتي. اليوم أيضا هناك توجه بأن نتحول إلى برامجنا للتحول الرقمي.